البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، اموركم هانيه؟ اش تتعودوا؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فلوق جديد، هو ماشي جديد، هو الكماله ديال الفيديو اللي قبل. كيف تتشوفوا راني مازال بالحوايج باش شفتوني في اخر فيديو، بغيت غير نكمل معكم حيت الفيديو الاول بيان سور جا طويل، ما يمكنش غادي نزيد نكمل فيه، نزيد نطوله، ما جاتش. دونك قررت ندير فيديو اخر. كيف تتشوفوا البنات من رجعنا من الخرجه؟ رجعت عيانه واحد شويه، تكيت واحد شويه، من بعد فكرت ان اسماعيل يقدر يكونوا ما وكلوهمش في لاسورتي كيف ما قلت لكم داك المره في الفيديو الاخر، وقلت نوض ندير لي شي بيتزا، نطيب لي شي بيتزا في الدار. خفت يجي وعطيتو لا جورني وغادي يكون سخفان، والله ما ندير لي شي بيتزا. ايوا البنات، انا دابا وجدت كلشي. المهم هي العجينه ديالي، العجينه عجنتها غير بيديا في دفي، ما درتش كاع العجانه، ما استخدمتش كاع العجانه، فيها غير الفورص وفيها شويه ديال زيت العود ومليحه ونيدو والخميره ديال الخبز. هذا الشيء اللي درت، صافي عجنتها واحد شويه دلكتها ودرتها في هذا لوبول ودهنتها بزيت العود عاوتاني وخليتها حتى تخمر. وجدت هنايا الصواني ديالي، الصينيات ديال لاطات ديال البيتزا، درت فيهم شويه ديال السميده الرقيقه. صافي غادي ندير فيها غير الطون في دفي. مطيشه بالنسبه لصوص الطوماط عندي هادي، المهم انا حكيت مطيشه وزدت معاها حتى هادي راه تزيد مذاق زوين في لاصوص الطوماط. الفرماج هو عندي واجد، الموزاريلا هنايا صوطيت واحد شويه ديال القرعه، قطعتها هكا دويورات ودرتها بزيت العود ولا زاغ دو بروفونس ومليحه والبزار، وصافي لاصوص الطوماط ديالي ها هي حتى هي واجده. دابا خاصني غير قربت لي العجينه خمرات، خصني نحيدها ونبدا نقرصها هنايا. صافي البنات هذه ربنت لي خمرات، دونك غادي ناخذ منها شر خمرات البنات، غادي ناخذ منها واحد شويه، ندير هادشي كافي ونزيد شويه، نزيد وقيله شويه طفتو ما يكفينيش. صافي غنبدا نسرحها، خاصها تكون فيها زيت العود باش تساعدكم هكا في التكراس، ولا مره دهنوا يديكم بزويته زيت العود بالحق باش تعطي النسمه وتجيبها الشيشه. الا بغيتوها تجيكم غليظه البنات ما تقبوهاش بالفورشيط، بغيتوها تجيكم نورمال ديروا فيها تقيبات بالفرشيط. انا صراحه تندير لها تقيبات بالفرشيط، ولكن جربتها واحد النهار بلا ما يعني خليتها غير بحال هكا نفخات لي شويه. دونك كل واحد على حسب الذوق ديالو كيفاش تيبغي لاباط. دابا راه مازال واحد نص ساعه غادي يجي اسماعيل، يعني ان شاء الله يجي يلقاها طابت. الا ما عذبنيش واحد الفران، واحد الفران عندي بدا تيقولها خاصني نبدلو، طلع ليا في الراس نيت هاد الفران. جينا البنات لقيته هنا في الدار، لقيته مع الكوزينه، يعني مقاد مصوبو البوطة، ولكن بان ليا بدات يقولها، بدات يزباليها مره خصو يمشي بحالاتو. صافي دابا غادي ندوز السله الاخرى حتى هي ندير لها لا ميم شوز. صافي دابا انا غادي ندير لهم واحد تقيبات بحال هكا بالفورشيط، كما قلت لكم اللي تيبغي لاباط تبقى غليظه بلا ما ديروا لها هكا، هي راه ديجا تتنفخ واحد شويه في الفران، كل واحد والذوق ديالو. هاتي والله الا بقى قلبي معاه خفتو يكون سخفان ولا ما عجبتوش الماكله، المهم تيجي ويقول لي لو تتفصل غيبغي يدير الكوتي، غيبغي يدير الكوتي، والله ما يلقى هادشي واجد. ايوا يا لاله يا لاله، نديرو دابا لاصوص طوماط، نقسم عليهم هاد لاصوص هادي على جوج. كتبغيو نتوما في العمارة البنات ديال البيتزا؟ انا صراحة تنفضل الطون وبارفوا عرفتي البنات راه تنديرها غير بلي ليغوم بالخضرة، تنديرها بالدنجال
بنفس الطريقه اللي درت دابا بها القرعه، بالدنجال واللي هكا والكورجيت هكا القرعه صوتي وصافي. الفرماج عرفتي والله الا تجي خطيره، يعني الا ما بغيتوش كاع ديروا لا ما عندكم لا طون لا والو، غير بالخضره تجي واعره. ودابا نيت غادي نخلط الكورجيت مع الطون. انا ولادي صراحه تياكلوها بكل شيء، اي حاجه ما عندهمش مشكله، سورتو داك النهار باش درنا فيها شنو هذاك اللي درنا ايناس، درنا فحال الصوصي هوت دوغ. هوت دوغ كتجي واعره، درنا هوت دوغ عرفتي جا خطير الهوت دوغ. ولا البيبروني شريوه حتى هو البنات عرفتي، راه تيجي رهيب رهيب والله رهيب. صراحة ما جاتش عامرة بزاف راسك في الطماط، مي انت اصلا كنت عتبغيش تكون عامرة راسك في الطماط، على اللي كتعجبني تكون في الطماط بزاف. هكا راه مزيانة مالها بقاو حسن منا، غاتجي حسن ديال الزنقة ان شاء الله. ياك ياك وليا شكر راسو. دابا عاد غندير شوية الفرماج من الفوق، عاد ندير الطون وهذا والكورجيت. صافي دابا غندير الطون. كيفاش ليكم وقعت شي مزيان مع هذا؟ عندي الكوزينه فيها الشعاع، هاي دابا ايناس وقفت هنا عاد غطات لي الشعاع، عاد بان ليكم هذا الشيء مزيان. صافي غادي ندير هاد لي كورجيت هكا من الفوق هاد الدويورات. صافي دابا الفرماج الفران راه مشعول، هو الزين ديالي. راه توحشتك بعدا انا، توحشتك اويلي شحال سخون. تغديتي بعدا مزيان ولا لا؟ وي بعدا داكشي زوين، كنتي ناعس في هذا ترونسبور ما كنزنق وحمر، حيت كنا كنجريو كنا كنلعبو والعطش. قرعه الماء ما قداتكش هذيك صغيره، خاصك دير معاك بوديزه بوديزه ولا ما تقدكش كاع بوديزه خرجوا. وبعد الماكله كيفاش كانت؟ ساندويش فريش. ساندويش مزيان؟ سبرايت ديال كفيته. ايوا دابا مزيان الحمد لله، كنت مخلوعه عليك ديال الخنزير ولا لا ديال الفيل. كنت مخلوعه على ما تعجبكش الماكله وتبقى بالجوع. الاخ كنت مخلوعه على ما تعجبكش الماكله وتوحشتك. انت حنا توحشنا. انا صايبت لولدي بيتزا وحده تطيب اخرى ها هي. عرفتي دابا فين دابا الشحفه؟ يلا سير شرب الماء سير ولا هي قرعه هذيك. ها هي البيتزا البنات طابت وجات واعره، نوري لكم من التحت. هانتوما راها محمره، غنقطعها دابا ونعطيها السي اسماعيل. امتى تغديتو بكري ولا قطعتوش من النص؟ غدينا واقيلا مع هذيك الوحده. فيك الجوع نعطيك دابا البيتزا؟ قطعتهاش من النص، حط لها واحد التقطيعه عالميه. هانتوما 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 البنات، شوفوا 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 البيتزا، شوفوا 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 شوفوا. وهاديك المرا اللي حامله مسكينه، شكون اللي حامله؟ وما عرفتش شكون شوفي دابا تخرج. سمعتو ولدي سمعتو والله الا ولدي الله يخليه ليا ما شاء الله عليه، قال لك ولا كانت دابا شي مرا حامله وكنت حامله تسمح لينا، الا كانت شي مرا حامله تسمح لينا وتجي عندنا كاع ونصايبو لها البيتزا نعطيوها فين ساكنين. تجي مرحبا بها، اللي بغى ياكل بيتزا مرحبا به. بيتزا نسيهام شانيل، الزين ديالي دابا وصلت دابا ديال العربية تكون دابا كتفرج فيك وتوحشتو. وصلت العربية دابا تلقاها دابا كتفرج فيا ودبرت راه هي مرحبا بها. راه بغيتي ديك الطليه يلاه زيد باش تاكل، انا درت لك نزيدك ان مورسو ثلاثه. لا الا كملتو معايا تكمل هادو. يلاه شوفوا البنات جات زوينه والله الا جات واعره، تتجي داك العجينه ديالها بحال الكوطون بحال القطن رطيبه. زعما يجربوا هاد العجينه راه ساهله ساهله و فاسي دغيا تتصاوب وتطيب في الدار تجي لذيذة. او دابا البنات يلاه ساليت وبدلت حوايجي من بعد ما كليت وكلت اسماعيل، وجيت نوريكم لي كادو اللي قلت لكم غادي نوريكم جاوني.
مهم هو الكادو الاول، هذا راه مخنوصي بي وين تجي هكا تخوص فيها باليت نصيبي. هذا نهار بغيت نحلو قطعت له هذا، ما تيبغيش يتحلى البنات، قطعت له هذيك ديالو شفتو لي كولور نود زويونين هاد لي كولور البنات. شوف عجبني هاد الكادو بزاف، و تيجي معاه هنايا ماسكارا، هاتي الماسكارا ديالو خطيرة خطيرة خطيرة، جربت بزاف لي ماسكارا ولكن هادي حمقاتني، و تيجي معاه كخايون، كخايون نواغ واعر تاهو البنات. المهم الناس راهم تفكروني بالنسبه للكادو الثاني هو هذا كاشكول ديال كيس غزاله البنات، راكم شفتوني دايره هذاك النهار جو بونس فاش كنت خارجه نفطر انا وهشام، غزاله البنات عطي سخيخ نور طيب، وفيه جوج ديال الوجوه، في هذا ماغون بحال كاميل وهنا بيض، المهم غزال بزاف. هذا ديال بنتي ايناس لا هاي 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 بنتي كبرات ولات تتعيط على الليفرور وتيجي حتى للدار هنايا، عارتي ما عقدتش بها نهائيا، دخلت لواحد لاباج انستغرام وشرات داكشي اللي بغات، عيطات على ان هذوك اللي غادي يجيبوا لها السلعه حتى للدار، الليفرور جابها لها حتى للدار، هي خارجه من ليكول مع الربعه، قالت لي داك الربعه وخمسة دقائق تكون حدا الدار، نعتات ليه فين صافي جات من ليكول خدات داكشي وطلعاتو معاها للدار، عارتي قتلتني بالضحك لا صافي شرفتي. المهم شوفوا البنات خدات لي هاد البغاسلي هذا، شوفوا شحال زوين تيحمق حمقني، تيجي غزال في اليد، ومعاه هاد لي بوكل دوغي شو كي دايرين اشوش غادي يبانوا ليكم مزيان هما، زويونين هو. عاد الكادو الاخر لي فريمون طوب البنات، هذا واحد لوكوفري. المهم البنات اللي تعرفوا هاد لا مارك هادي راه غادي يعرفوني على الشندوي خطيره البنات، شي حاجه لي طوب دي طوب، تيحمق الكوفري هذا. زرقاع ما استعملتو نهائيا، هذا بغات تبداه ايناس قلت لها حطي حطي هذا ديالي شوفوا البنات شوفوا 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 شوف تيحمق هادي بغوم، عرفتي غير حليت دابا الكوفخي ريحتو عطات، غير حليتو الريحة ديالو عطات، مازال مسدودة مازال كاع ما حليتها البنات، ولكن راه شي حاجة اللي واو واو واو. هذا لا درتيه في لوكور ديالك تمي غدا وريحتك عاطية واو خطير. هذا سكراب ماشي بغوش يخرجوا ليا من هنا، السكراب هذا واعر البنات تا هويا، عطي ريحه الكوكو وا ما نعاودش ليكم، يعني هذا في الحمام تخرج ريحتك فينا. هذا سكراب وهذا كريم بوغ لو كوف، خاصك تخرجي خاصك تخرجي هذا كريم هيدراتونت كريم ديال لو كوف، شوف تتحمق
هذا البنات جيل دوش جيل وكريم او ميم طون المهم راه مازال مسدود دابا ان شاء الله خصني نبدا نستعملهم حتى لين غيبقاو حطوطين تتهرف لي عليهم اناس ما يمكنش. وهذا البنات هذا شنو هو هذا هذا بحال واحد الزيت بحال اللي تجبد البشره ما تتخليها يعني ما تتخليش لك التجاعيد بهذا المعنى هذا فيزيبلمون غراس كافيين فيه الكافيين المهم تتخلي البشره ديالك قويه وتتحيد لك التجاعيد وتتغطي البشره ديالك. هاد الكوفخي اللي حمقني بزاف وبيان سور الكادو ديال بنتي حتى هو كاع الكادوات واللي جاب لي شي حاجه الله يخلف عليه وصافي البنات هكا باش نسد معكم هاد لا فيديو هادي او هاد الفلوغ. تنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم ما تنساونيش كيف العاده باللايكات الزوينه ديالكم تنبغيكم بزاف بزاف بزاف. السلام عليكم.